سعودي يعرض على اللبنانية يمنى خوري أو الدكتورة يمنى مبلغ 2 مليون ريال سعودي مهر بالإضافة إلى إحدى السيارة إذا وافقت بالزواج منه. قبل كل شيء نذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف نعرض صورة للعريس والكشف عن هويته. تابعوا معنا التفاصيل. قبل فترة جاء شخص عزيز على قلبي وأنا من أشد المعجبين فيه، ألا وهي دكتورة يومي. حاولت أتواصل معها ولكن بسبب ضيق الوقت ما توصلت النتيجة. فأنا أعلم من هذا المنبر بأن أقدم للأنسة في حال وافقتي دكتورة يومي، راح أعطيها مهر 2 مليون ريال وسيارة رنج آخر الليل. أتمنى من شاف هذا المقطع يوصل لها هذه الرسالة، ويعطيكم ألف عافية. لقد أثار سعودي الجدل بطلب الزواج من الدكتورة يومي، حيث عرض عليها مهر بمبلغ خرافي وسيارة ماركة رانج روفر أحدث موديل، ليشغل بطلبه منصات التواصل الاجتماعي. وقال السعودي في مقطع الفيديو المثير للجدل: مساكم الله بالخير حبايبي، قبل فترة جاء شخص عزيز على قلبي، هي دكتورة يومي أو يومي، فأنا أعلن من هذا المنبر إني أقول إنها في حالة موافقتها على الزواج مني إني أعطيها مهر بمبلغ 1 مليون ريال وسيارة رنج أحدث موديل. وعن هوية هذا الرجل، فقام أحدهم بنشر صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقمنا بنشرها على حضراتكم، ولا نعلم إذا كانت هذه الصورة حقيقية أم كذب. ويشار إلى أنه في العقد الثالث من عمره، كما أنه متزوج بأكثر من واحدة، وهو رجل أعمال سعودي ربما يعرفه البعض ويعرفه متابعينا. يمنى خوري أو كما تعرف باسم يمى، هي فتاة لبنانية ذات صيتها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال نقاشاتها المثيرة للجدل حول الرجل والمرأة وعلاقتهما، إلى جانب إطلالاتها الجريئة التي تعرضها للكثير من الانتقادات على وقت طويل. ليمنى ما يزيد عن 600 ألف متابع عبر حسابها الخاص عبر تطبيق الصور إنستغرام، ويتابعها الكثير من المشاهير. الإطلالات التي تظهر بها دائما تشغل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يعتبره المتابعين جرأة زائدة لا تتناسب مع تقاليد المجتمع العربي. قدمت مجموعة من النصائح حول خيانة الرجل، معتبرة أن الحل الوحيد لتجنب المرأة خيانة الشريك هو أن تخلصه من أمواله كاملة، لتشتهر بعباراتها خلصي مصريته. هذه النصيحة عرضتها لكثير من الجدل، حيث اعتبر البعض أنها تدعو إلى استغلال الرجل، وهو ما يعد انتقاد من قيمة المرأة لتخرج يمة من مجرد كونها تثير الجدل بتصرحات صادمة، وتدخل من باب واسع لاتهامات تتعلق بإهانة المرأة للرجل والدعوة لاستغلال الرجل. يمنى خوري تتخذ لقب لنفسها باسم دكتورة يمنى، ولا يعرف هل هذا اللقب له علاقة بالدراسة أم أنه لقب دكتورة ليس إلا. تصف نفسها مدونة لحول الموضة والجمال، وتهتم بتقديم مقاطع الفيديو التي توجه الفتيات لهن من خلال بعض نصائح التجميل والموضة، وتقدم الكثير من الإعلانات لعدد من العلامات التجارية.